أهلا ومرحبا بكم في المحاضرات التعليمية الخاصة بـ الـ CNC Machine المقدمة من شركة CAD/CAM Teacher. نوع الماكينة المستخدمة في الشرح CNC Milling Machine بكنترول سيمنز، وهنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن إزاي هقدر أتحكم في حركة المحاور الخاصة بالماكينة عن طريق الهاند ويل، أو إزاي أقدر أحرك الماكينة مانيوال وأنا على وضعية الجوج بالهاند ويل. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده ازاي اقدر احرك المحاور بتاعت الماكينة سواء اكس او واي او زد عن طريق الزراير اللي هي العادية بتاعت الماكينة. اقدر احرك المكنة سواء في محور الاكس او الواي والزد، بختار نوع المحور اللي انا عايز احركه واحرك التيبل او احرك المحور في اتجاه البوزيتيف او النيجاتيف، وده الاسلوب ده احنا كنا شرحناه قبل كده. طيب لو انا بعيد عن الكنترول بانل اللي بتبقى موجودة في الماكينة، ففي امكانية ان انا اقدر احرك الماكينة بشكل باسلوب الهاند ويل. الهاند ويل بيبقى مربوط بسلك من الكنترول، بيفيد لو انا واقف قدام المكنة وبعيد عن الكنترول. عادة ده بيبقى شكل المكنة ال سي ان سي، والكنترول بيكون موجود في الماكينة، وانا مثلا بكون واقف في اخر الماكينة او قريب من الورك بيس، مثلا بعمل ميجر تول او بعمل ميجر للورك بيس، فهحتاج ان انا استخدم الهاند ويل. بيبقى الهاند ويل زي ما قلنا مربوط بسلك من الكنترول، اقدر اتحرك بيه حوالين الماكينه باي وضع. طيب انا دلوقتي الهاند ويل في الماكينه اللي احنا واقفين عليها دلوقتي مقفول، هحاول احرك الهاند ويل. زي ما احنا شايفين الاكس والواي والزد مفيش اي تغيير في البوزيشن بتاعهم لان الهاند ويل مقفول. طيب انا عايز افتح الهاند ويل، فهبتدي اختار المحور اللي انا عايز احرك التيبل في المحور معين سواء الاكس او الواي والزد، وابتدي احرك الهاند ويل. زي ما احنا شايفين ادي البوزيشن بتاع الاكس بدأ يتغير. لو انا عايز اغير محور بدل الاكس اغير احرك محور الواي، فمحور الواي اهو برضو بدأ البوزيشن يتغير، فانا هقدر احرك التيبل في محور الواي عن طريق الهاند ويل في اتجاه البوزيتيف او النيجاتيف زي ما احنا شايفين. نفس الطريقة برضو بتاعت البوزيشن، ولكن انا بدل ما اضغط على زرار محدد في اتجاه البوزيتيف او النيجاتيف كزراير، لا هبتدي امسك الهاند ويل وهبتدي اتحكم في حركة التيبل سواء اكس او واي او محور الزد. زي ما احنا شايفين محور الزد كمان اقدر ان انا اقرب بالتولينج للورك بيس وهكذا. يا ريت نحاول نطبق شرح المحاضرة بشكل عملي، وان شاء الله لينا لقاء اخر في محاضرات تعليمية في مجال سي ان سي ماشين وكنترولز مختلفة. تواصل معنا لو لديك الرغبة في الحصول على برنامج سيميليشن للتطبيق العملي، وبالتوفيق للجميع. شركة CAD/CAM Teacher هي أول شركة في الشرق الأوسط معتمدة من رينان تكنولوجي العالمية في تدريب CAD/CAM and CNC Programming، وفريق العمل تم تدريبه بالكامل على أيدي خبراء من رينان. لا يحصل المتدربين في الشرق الأوسط على أعلى جودة تدريبية نتميز بها في CAD/CAM Teacher، ومن الممكن الحصول بعد فترة التدريب واجتياز الامتحان الحصول على شهادة معتمدة من رينان في على موقعنا في System Verification. بتقدر ان انت تتأكد من مصداقية الشهادة، بتدخل السيريال نمبر الخاص بالشهادة في مكان السيريال نمبر وبتعمل Check Certification، فهتظهر لك النسخة من الشهادة بتاعتك سوفت كوبي. يتوفر لدينا أيضا أسطوانات تعليمية متخصصة في مجال الـ CNC Programming على موقعنا، بتقدر تحمل الأسطوانة for free مجانا، download for free للأسطوانة، فهيظهر معك الريجستريشن. بتقدر تعمل البيانات، بتدخل بياناتك وإيميلك ودولتك، كل البيانات بتاعتك، بعد كده بتفعل الحساب بتاعك عبر الإيميل، ثم تقوم بتحميل الأسطوانة التعليمية. وبالتوفيق للجميع.